السلام عليكم. اليوم نروح نشوف تفاصيل تاع زيارة تاع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية الجلفة، ونقف على عملية التدشين تاع المستشفى مكافحة السرطان في ولاية الجلفة الذي تم الإشغال فيه في ظرف يعني قياسي مقارنة بالمشاريع الأخرى. إذن نخليكم تتابعوا عملية التدشين تاع هذا المستشفى ذات 240 سرير. إذن وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وفي المحطة الثالثة من زيارته التفقدية، قام السيد الرئيس بتدشين مركز مكافحة السرطان المجاهد العقيد أحمد بن شريف، حيث طاف بمختلف أقسام هذا المرفق الاستشفائي المتخصص المزود بأحدث التجهيزات الطبية والمرافق الضرورية للتكفل الجيد بالمرضى وتغطية كافة المناطق المجاورة. رئيس الجمهورية تابع عرضا حول إنجاز هذا الصرح الصحي الهام الذي يعد تجسيدا لأحد التزاماته، كما استمع إلى شروحات حول المرافق والهياكل التي يتوفر عليها. استمع السيد الرئيس إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى. رئيس الجمهورية طاف بمختلف أقسام المستشفى المزود بأحدث التقنيات في مجال مكافحة السرطان.